بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن الآن مع دراسة الدالة arc tangent x، أو كذلك يمكن أن بعض الحالات كان نلقاو الرمز تاعها هو arc tangent tj، إما an ولا tj دونك arc tangent x. إذن باش نبداو في دراسة هاد الدالة نحاول نديرو واحد التذكير أستاذ. قلنا أي دالة f متصلة ورتيبة قطعا على مجال اي، شنو هذه اف تقبل داله عكسيه على مجال اي، او لو معرفه داله عكسيه معرفه على مجال جي كيساوي اف لي اي. واضح؟ وقلنا هاد الدالة هاذي كنرمزو لها اف موازن ياك. وحاول فكرة أخرى مهمة بزاف، إلا كانت اف كتعطي لكل اكس اف لي اكس معرفة من اي لجي، راه اف موازن دو اكس اف موازن هي كتعطي لكل صورة اكس اف موازن دو اكس معرفة من جي لاي بالصفة عليها. هذه لا معرفه من ال جي، هذه لا معرفه من جي، هذه كتدي وهذه كترجع، هو الداله العكسيه او التقابل. تفقين؟ دين الا بغينا دابا نديرو دراسه ديال دالات الطونجونس. دالات الطونجونس فين نديرو لها دراسه؟ نسقطو على هذا الشيء اللي عندنا هنا في المجال موان بي سير دو بي سير دو. دونك دراسه داله طونجونت اكس هذا المجال موان بي سير دو بي سير دو، هي غير معرفة في بي سير دو في موان بي سير دو، علاش؟ لأن كيكون بي سير في ألوغ. هنا إلا بغينا نديرو هاد الدراسة، أولا كيف دايرة هاد الدالة الطونجونت؟ كيف دايرة الدالة الطونجونت؟ يعني نديرو، المهم غنديرو تمثيل مبياني من هنا ونجبدو كلشي بلا ما نبقاو نضيعو الوقت. تمثيل مبياني ونجبدو كلشي، هنا باقي تبعنا جوج الحوايج. دونك هنا من موان بي سير دو هنا غنديرو بي سير كات بي سير موان باردون بي سير كات بي سير دو زيرو. إلا خدينا الدائرة المثلثية باش نعرفو القيم ديال الطونجونس، يعني غير باش نسهلو على راسنا وصافي، حاولنا نبقاو نديرو دراسة شاملة. حنا الهدف ديالنا هو دراسة الأرك طونجونت باش نربحو الوقت، لأن الطونجونت راه ديجا درنا لها دراسة، اللي باغي يفهمها مزيان يمشي يشوف فيديو تاع الطونجونت. دونك أي زاوية إكس هنا هي موان بي سير دو، هنا زيرو أ بي سير دو، هنا غتكون موان بي سير كات، هنا غتكون بي سير كات. متفقين؟ دونك هاو الإتجاه تاعنا، دايما الدائرة المثلثية الإتجاه تاعها الموجب هو يعني عكس عقرب الساعة. هنا عندنا موان بي، دونك هنا زيرو بي سير دو بي، و كدور مع راسها، ولكن حنا صافي، حنا كيهمنا غي هاد المجال، غي هاد الجهة، ياك. شنو هو الطونجونت؟ الطونجونت ملي كنبغي الطونجونت تاع الزاوية ألفا كنمدد هاد المستقيم وكنشوف الإسقاط. إذن هاد المسافة هادي هي طونجونت ألفا، هاد المسافة إكس هي طونجونت ألفا. متفقين؟ هادي هي القياس تاع طونجونت ألفا، ياك. إلا خدينا بي على ربعة نلقاو الطونجونت تاعها هو هذا، هذا غنلقاو ديريكتومون، يعني الطول ديال هذا هو الطول ديال هذا، وكنعرفو بأن الشعاع تاع الدائرة المثلثية كيساوي واحد، إذن طونجونت بي على ربعة هو واحد. كنديرو هنا واحد ناقص واحد، طونجونت بي على ربعة هو واحد. دونك لاحظو معايا مزيان، كل ما من زيرو بي على جوج، كل ما اقتربنا من بي على جوج كل ما كبر طونجونت، كل ما كبر طونجونت. كتلاحظو ولا لا؟ يعني كل ما قربنا كل ما كبر، ولكن ملي كنوصلو بي على جوج لاحظ كيوليو هاد المستقيمات متوازيين، كيتقاطعوش دابا هنا طونجونت هاهو، كيوليو متوازيين. يعني حنا إلا بغينا نشوفو ليميت نلقاو بليس لانفيني، إذن هذا كيطلع بليس لانفيني، ولكن لا يوجد طونجونت تاع بي على جوج لا يوجد، يعني هذا بحال غنقولو يعني مقارب، مقارب أفقي. كذلك في موان بي سير دو لا يوجد مقارب
عمودي عفوا. دونك هذا مقارب عمودي ولا مقارب؟ يعني بيجي شوف على يسار بلس سور دو، يعني الطونجونت كتمشي عند بلس لانفيني، يعني تكون في بلس لانفيني متفقين؟ وفي الزيرو طونجونت زيرو هي زيرو، إذا غادي تكون الطونجونت بحال هكا. دونك هادشي حنا غير ك ك تفكير وك يعني باش نفهمو منين جات هاد المنحنى ديال الطونجونت. وإلا مشينا من الزيرو حتى الموان بلس سور دو لاحظ، دابا إلا خدينا هادي مثلا موان بلس سور كات، مثلا غير هادي موان بلس سور كات، بقا عندها موان زان. دونك موان بلس سور كات عندها موان زان، هاهي موان زان. دونك كل ما كنقربو موان بلس سور دو كل ما صغرت طونجونت. هنا مثلا موان زان، هنا تقدر تكون موان دو، موان تخوا، موان كات، موان حتى موان لانفيني. دونك غادي تكون بحال هكا. إذن هذا هو المنحنى ديال الطونجونت. من خلال هذا المنحنى كنعرفو شي حوايج، بزاف ديال الحوايج كنعرفوهم. الحاجة الأولى كنعرفو، كنعرفو ليميت بلس سور دو غوش هو بلس لانفيني. نكتبوها هنا ليميت طونجونت إكس كون إكس طون فيرب بلس سور دو بلس كيساوي بلس لانفيني. ياك موان بلس سور دو بلس باردون، هنا موان على يسار بلس سور دو، والليميت نتاع طونجونت إكس كون إكس طون فيرب موان بلس سور دو موان، هذا يعطينا موان لانفيني. مزيان، وشنو كنعرفو على الطونجونت؟ تزايدية قطعة، كتلاحظو ولا لا؟ تزايدية قطعة ومتصلة من موان بي سير دو حتى بي سير دو. إذا طونجونت تزايد متصلة وتزايدية قطعة من موان بي سير دو حتى بي سير دو، متفقين؟ دونك دالة الطونجونت نكتبوها دابا لأن نحتاجها. دونك لدينا سموها المجال اي، اوكي. شنو قلنا؟ اي داله متصله ورتيبه قطعا راها تقبل دالة عكسية. إذن تقبل دالة عكسية المعرفة مجال جي. شنو هي جي؟ ها هي، بحيث جي شنو هي؟ هي اف لي اي، ياك اف لي اي هي شنو؟ تزايدية. إذا غادي نحتافظو على الترتيب ونخليو المجال كيما هو. مادا المجال مفتوح كنديرو ليميت، كيما هضرنا على صورة المجال هذا لكم، رجعوها راه مهمة. عندما يعود إكس إلى ناقص بي على جوج على اليمين، و بي سور دو على دغوات، بي سور دو على غوش، هي هادي بلوس هنا بلوس. دونك ديال طونجونت إكس ديال الدالة تاعنا، و هنا نفس الشيء ليميت كون إكس طون فير دو طونجونت إكس طون فير بي سور دو موان مجال مفتوح. دونك شنو كيساوي هنا؟ ليميت موان بي سور دو بلوس، موان بي سور دو بلوس قيلها موان لانفيني. دونك موان لانفيني بي سور دو بلوس ار دو موان على يسار بلوس ار دو قيلها بلوس لانفيني. دونك ار تفقين. دونك كيفاش كنسميو هاد الدالة؟ وتسمى يعني الدالة العكسية تسمى دالة قوس الدال. يعني هاد الدالة العكسية نتاع الطونجونت كتسمى دالة قوس الدال، نرمز لها ب أرك طونجونت إذن هاد دالة قوس الدال. شوفوا معايا مزيان الله يرضي عليكم. قلنا الطونجونت منين معرفة؟ هذه إكس طونجونت إكس منين معرفة؟ من موان بي سير دو، بي سير دو حتى أر، ياك؟ و إلا خدينا هاد الدالة إكس أرك طونجونت، هذه منين معرفة؟ من أر، يعني مجموعة تعرف تاعها هي أر، فين كيكون الصوان تاعها؟ من موان بي سير دو
تابو سيرت صحيح بكل بساطه. داكشي اللي قلته في الاول راه نسقطوا على الحاله تاعي. اذا داله الارك طونجونت هي الداله العكسيه لداله طونجونت وهي معرفه على ار. الصور تاعها كيكون هو بي سي حتى بي سي. شنو كنقولوا على الداله العكسيه؟ الشرط الاول كيكون عندها نفس الرتابه تاع الداله الاصليه. متفقين؟ دابا طونجونت والارك طونجونت عندهم نفس الرتابه. الى طونجونت تزايديه على هذا المجال، الارك طونجونت راه تزايديه على ار. اذا الارك طونجونت راه تزايديه، نهضر عليها دابا. ارك طونجونت داله تزايديه، متفقين؟ متصله، متصله وتزايديه قطعا، متصله قطعا على ار، متفقين؟ متصله وتزايديه قطعا على ار. ليميت في موان لانفيني هي موان بي سير دو، ليميت في بلس لانفيني هي بي سير دو، متفقين؟ ليميت في موان لانفيني هي موان بي سير دو لأنها تزايديه قطعا. إلا بغينا نشوفو هاد المجال هذا هو موان لانفيني بلس لانفيني. بهذا الدالة بالارك طونجونت الصورة ديال موان لانفيني هي موان بي سير دو، الصورة ديال بلس لانفيني هي بي سير دو. إذا من خلال هاد الشيء هذا، من خلال هاد الشيء ليميت تاع ارك طونجونت إكس عندما يؤول إكس إلى موان لانفيني هو موان بي سير دو، والليميت نتاع عند بلس لانفيني تاع ارك طونجونت هو بي سير دو، متفقين؟ دونك نحاولو نرسمو المنحنى تاع دالة الارك طونجونت، نمسح هادشي هذا ونحاول نرسمو المنحنى تاع ارك طونجونت. إذا باش نرسمو المنحنى ناخدو بعين الإعتبار هاد المعطيات. قلنا دالة ارك طونجونت إكس دالة متصلة وتزايدها قطعا على ار. من نجمع هاد الأفكار انطلاقا من طونجونت لأن هي الدالة العكسية تاع طونجونت، عندها نفس الرتابة و ليميت راهم باينين. ليميت في بلس لانفيني هو بي سير دو، ليميت في موان لانفيني هو موان بي سير دو. شنو كتعطينا هادي؟ هادي كتعطينا أن المستقيم الذي معادلته إكراك يساوي بي سير دو مقارب أفقي. هادي اش كتعني؟ أن المستقيم لمعادلة ديالو إكراك ناقص بي على جوج مقارب أفقي. إذا صافي المعطيات تقريبا كلهم عندي باش نرسم المنحنى. إذا نحاول نرسم هاد المنحنى، باقي لي غنشوف بعض الصور بعض النقط بصافي. دونك المنحنى هو هذا المعلم، دونك أو لاحظوا معايا مزيان الدالة نتاعنا معرفة من موان لانفيني حتى لبلس لانفيني. ندير أو إي هنا بالنسبة للجي، غنديرو هنا دونك بي بي على جوج، هي عندها مقارب أفقي بي على جوج وموان بي على جوج. دونك بي على جوج هي تقريبا 3.14 على جوج، هي 1.5 1.55 57 تقريبا 1.557 تقريبا. أنا المهم بالتقريب على راسي أنا بي على جوج، وهنا موان زان أنا ناقص بي على زوج. كما حاولت ترسمو المنحنى بوضوح في السطر ديالكم وشوفو بي على جوج يعني بالضبط فين نجي. هذا مقارب يعني ما كتوشيش، كتقتار منه الدالة في بلس لانفيني كتقتار منه هنا، ولكن ما كتوشيش في موان لانفيني كتقتار من هذا ولكن ما كتلمسوش. هذا هو المقارب، المفهوم ديال المقارب. شنو كتقول لي هذا؟ كيقول لك ملي كيمشي اكس بلس لانفيني راه هاد الدالة كتقرب بي على جوج، ملي يمشي اكس بلس لانفيني راه الدالة كتقرب بي على جوج. دونك هادي هي الفكرة اللي عندنا. مزيان، إذا غادي نحاولو نوضحو كلشي أمور ونتخلعو مع حتى شي حاجة. نشوف صورة بعض الأرقام، صورة بعض الأرقام. إلا بغينا ناخدو صورة واحد، صورة واحد أرك طونجونت ديال واحد، شوفو معايا مزيان. شوف بكل بساطة كيفاش كندير نجبد صورة ديال شي عدد بالأرك طونجونت. أرك طونجونت ديال واحد هي أرك طونجونت نتا شكون هي الدالة اللي عندها طونجونت كيساوي واحد؟ عفوا الزاوية هي بي على 4.
Donc il y a tangente, la tangente, ou la tangente, et là, arba. Le واحد, il y a tangente, et là, on t'a fait rien. شنو قلنا إذا كان عندي f موانز ديال f لي x كتساوي f نتاع f موانز نتاع x كتساوي x كاين ولا ما كاينش الداله العكسيه والداله الاصليه يعني دائما عندنا هذه الخاصيه ياك شوف دابا ارك طونجونت هي العكسيه نتاع طونجونت بحال اللي درنا f موانز نتاع f نتاع x هي x كاين ولا ما كاينش دونك كنظن واضحه كذلك الا بغينا ناخذ ارك طونجونت نتاع مثلا موانز نفس الشيء هي ارك طونجونت نتاع طونجونت شكون اللي هي عندها موانز هي موان بي سو 4 كنقلب على الداله اللي طونجونت تاعها كيساوي هذا العدد صافي وكنجبد منها يعني هي موان بي سو 4 صافي غادي ناخذ في الواحد هي بي على 4 بي على 4 بي على 2 نص تقريبا هنا النص نتاع لان هنا عندنا بي على 2 دونك بي على 4 يكون النص نتاعها هنا دونك هنا دونك هنا دونك هنا شوف مثلا شكون اللي عندها زوج مثلا طونجونت كيساوي زوج شكون هي الدالة اللي طونجونت تاعها كيساوي زوج دونك مغاديش نقدرو نعرفوها بالضبط جينا ثلاثة دونك شكون هي الدالة اللي طونجونت تاعها كيساوي جينا ثلاثة دونك غادي نشوفو جينا ثلاثة تقريبا هو واحد فاصلة بغينا نجيبها على حسابها إذن جدر 3 هي تقريبا 1.73 دونك 1.73 دونك 1.5 1.73 تقريبا هنا مثلا الوغ أرك طونجونت نتاع راسين 3 شنو هو هو أرك طونجونت تاع طونجونت راسين 3 شكون هي الدالة اللي عندها طونجونت كيساوي جدر 3 لا تذكرو دونك هانت ندير جدول بسرعة باش نعرفو شكون هي الدالة اللي عندها دونك هنا سين إكس كوس x طونجونت x دونك الزوايا الاعتيادية ديال الصفر بي على 6 بي على 4 بي على 3 بي على 2 دونك هنا كنديرو الصفر جدر 1 على 2 1 على 2 جدر 2 على 2 جدر 3 على 2 جدر 4 على 2 هي 2 على 2 هي 1 الكوسينوس هنا كنقلبوهم هذا واحد يجي هنا هذا يجي هنا هذا كيهبط هذا يجي هنا الصفر هنا الله بالنسبه للطونجونت 0 على 0 هنا عفوا 0 على 1 0 هذه تعطينا 1 على 2 على جدر 3 على 2 دونك تقريبا شي 2 مع 2 تبقى جدر 3 على ما اظن هنا يبقى 1 هنا جدر 3 على 2 الكل على 1 على 2 هنا جدر 3 هنا راني غلط هنا عندنا 1 على جدر 3 على 2 وي 1 على جدر 3 دونك جدر 3 هي بي على 3 بي على 3 تقريبا الثلث نتاع بي دونك عندنا 3.14 يعني 1 فاصلة تقريبا 3 الى غير ذلك المهم 1 فاصلة شي حاجه الوغ 1 فاصلة شي حاجه تقريبا هنا وكذلك الناقص غادي نلقاو ناقص 1 فاصلة شي حاجه المهم المنحنى غيكون بحال هذا الشكل قلب على صور ارقام اخرى وراك تما دونك هذا هو المنحنى تاع دالة الارك طونجونت هذا مقارب هذا ماشي مماس راه مقارب وصغير غير كيقترب من هذا مقارب وشوف صورة بعض الارقام ارك طونجونت ديال بي على 4 ديال واحد هي بي على 4 الى غير ذلك صاي انطلاقا من الدالة العكسية تقدر تعرف صور الارقام قلنا هنا تقريبا بي على بالضبط بي على 3 صاي دونك رسمنا المنحنى إذن هنا بعض الخاصيات قلنا شنو قلنا على ارك طونجونت هي تزايديه ياك تزايديه قطعا يعني الا كان اكس واحد يساوي اكس متصله وتزايديه قطعا هذه غتعطينا ارك طونجونت اكس واحد كيساوي ارك طونجونت اكس زوج بدون نقاش والا كان اكس واحد اصغر من اكس زوج غادي تعطينا ارك يعني مهما كان اكس واحد واكس زوج من ار لأنه معرف على R مهما كان x1 و x2
من ا و سيت هناك دونك هادي كتحقق هادي نفس الشيء فان ارك تانجونت ارك تانجونت اكس واحد اصغر من ارك تحافظ على الترتيب لان هذا زاويه ارك تانجونت اكس زوج هذا زاويه انا كنعطيكش الخاصيه هكا راه كنقول لك علاش انها تزاويه دونك كتحافظ على الترتيب وكتحافظ على التساوي لانها متصله اذا خاصيات اخرى هنا نحاول تبرهن عليها الله يرضى عليكم ارك تانجونت واحد على اكس زائد ارك تانجونت اكس كتساوي بي على جوج لكن اكس موجب قطع ارك تانجونت واحد على اكس زائد ارك تانجونت اكس كتساوي ناقص بي على جوج لكن اكس سالب قطعا ارك تانجونت اكس زائد ارك تانجونت ايكغيك كتساوي ارك تانجونت اكس زائد ايكغيك على واحد ناقص اكس ايكغيك اذا كان اكس ايكغيك اصغر قطعا من واحد يعني هذا المقام غيكون موجب هذه نفسها كتساوي ارك تانجونت نفسها هذه كتعاود لكن كنزيدو عليها بي فوقاش إذا كان إكس إيكغيك أكبر قطعا من واحد إكس إيكغيك أكبر قطعا من واحد و إكس موجب و إيكغيك موجب قطعا عاود نفس القيمة كتساوي أرك تونجونت إكس زائد إيكغيك على واحد ناقص إكس إيكغيك نفسها هادي ولكن هنا ناقص بي إذا كان إكس إيكغيك موجب أكبر قطعا من واحد عفوا قطعا من واحد و إكس سالب قطعا و إيكغيك سالب قطعا دونك هما الحالات بثلاثة خاصكم تعقلو عليهم و حاولو تبرهنو عليهم راسكم دابا نمشيو عند الاشتقاق نتاع الارك تونجونت وكيفاش غنديرو الاشتقاق شوف معايا بكل بساطة اف موان زان ديال اف لإكس إلا درنا لها اشتقاق شنو هي اف موان زان تاع اف هي إكس كاين ولا مكايناش اف موان زان تاع اف إكس هي إكس الاشتقاق نتاعها دابا عطاك واحد مكانش نقاش دونك إلا درنا إلا بغينا دابا نجدو أرك تونجونت دونك إلا درنا دابا مثلا مركب ديال اللتين أف موان زا نتاع أف لإكس ولا أف نتاع أف موان زا اشتقاق شنو قلنا الاشتقاق نتاع المركب مركب ديال هادي بحال لي أف رو أف موان زا لإكس اشتقاق مركب ديال اللتين هو اشتقاق نتاع الدالة الداخل ياك يعني أف موان زا إكس فتحة في شنو الف فتحه نتاع اف موان زائد اكس كاين ولا مكاينش هذا هي الاشتقاق نتاع مركب دالتين مزيان ننطلقو من هذا الاشتقاق هذا نحاولو نجدو الاشتقاق نتاع الدالة تاعنا يعني الا بغينا الاشتقاق نتاع اف موان زائد اكس يعني ليها كنقلبو حنا هذه شنو كتساوي كتساوي الور هذه هي واحد ياك هذه حسبناها لقينا واحد يعني كتساوي واحد اذا هذه كتساوي واحد على هذا الشيء هذا تساوي واحد على الفتحه نتاع اف موان زائد دو اكس كاين ولا مكاينش هذه حسبناها بجوج طرق هذه حسبناها بجوج طرق الطريقه الاولى لقينا واحد الطريقه الثانيه لقينا هذا الشيء هذا يعني هذا الشيء كيساوي واحد ياك يعني هذه اف موان زائد ديال اكس فتحه هو كيساوي واحد على هذا الشيء ياك دونك حنا اف نتاعنا هي طونجونت و اف موان زا هي ارك طونجونت اذا غادي نحسبو اف فتحة يعني طونجونت فتحة طونجونت فتحة شنو هي طونجونت اكس فتحة نعوضها بسينيس و كوسينيس و نديرو راسنا سينيس اكس على كوس اكس فتحة شنو هي اي على في اي فتحة في يعني سينيس فتحة هي كوس في كوس هي كوس و سيتان اكس ناقص اي في فتحة سينيس اكس في كوسينيس فتحة هي ناقص سينيس دونك سينيس ناقص ناقص سينيس غتولينا دونك سينيس ناقص سينيس هي ناقص سينيس و زيدنا مع الناقص ولي زائد سينيس اكس نعاود باش منخطاش كوسينيس و زيدنا اكس باينة هادي اشتقاق هو كوسينيس في كوسينيس هي كوسينيس و زيدنا ياك زائد سينيس و زيدنا اكس دونك هنايا الا خدينا الاشتقاق ديال كوسينيس هو سينيس دونك ناقص مع ناقص تولي زايد هي هاديك على كوسينيس وسيتنا الاكس مزيان الوغ نبسطو حنا مزيان دونك هادي واش غتعطينا كوسينيس على كوسينيس وسيتنا الجنية هي واحد من هنا نقدر ندير واحد على كوسينيس وسيتنا ولكن ما باغيش باغي نجبد طونجونت هادي على هادا تعطيني واحد كوسينيس وسيتنا على كوسينوس و سيتنان هي واحد تبقى سينوس و سيتنان على كوسينوس و سيتنان هي زائد
طنجونت استثناء الاكس متفقين؟ هذه كوسينس على كوسينس واحد ياك، سينس على كوسينس هي طنجونت مع استثناء تبقى طنجونت استثناء ياك، هذه هي صافي طنجونت تاعها هي هذه. اذا اف موان زائد يعني ارك طبعا سقطوا داك الشيء طنجونت اكس هذه هي اف موان زائد تاع طنجونت ياك، فتحها شنو كتساوي؟ كتساوي واحد على افتحها هي اف هي اف هي طنجونت ياك، اف هي طنجونت افتحها هي هذه واحد زائد يعني واحد زائد طنجونت وسيدنا ماشي اكس وشنو افتحها ديال من ماشي ديال اكس افتحها نتاع هذا اف موازن اف موازن هي ارك طنجونت تفقي ياك. نمسح هادشي هذا ونكتبتوه دونك هذا شنو تساوي واحد على واحد هاد الأس وسيدنا نقدر نخرجو على برا مكان حتى شي مشكل. طنجونت ديال أك طنجونت هي إكس ياك لأن العكسية دونك تعطينا إكس وهاد وسيدنا على برا صافي دونك واحد على إكس واحد على واحد زائد إكس وسيدنا صحيح. اللي بغا يعرف كيفاش يبان عليها هداك هو اللي مهم، اللي مبغاش يحفظها كيما هي أك طنجونت إكس فتحة هي واحد على واحد زائد إكس وسيدنا صحيح. غادي نمشيو دابا عند بصفة عامة اشتقاق ديال أك طنجونت إلي إكس. هذا درنا بصفة عامة أرك طنجونت إلي إكس بنفس الطريقة نقدر نبرمو عليها اشتقاق ديال هادي هي إفتحة لي إكس على واحد زائد إي لي إكس وسيدنا تا هي عندكم فرصة نتوما تبرمو عليها. إذن كنشكركم وإن شاء الله نتلقوا في فيديو آخر ديال التمارين.